سؤال آخر يتبادر للأذهان، فبعد تنصيبك على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الوطني المغربي، اللجنة أكدت لموقع البطولة كوم أن مشروعك وحماسك هما العوامل أو من العوامل التي ساهمت في اختيارك على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني المغربي. هل يمكن أن تتحدث لنا عن مشروعك وللجمهور المغربي؟ ففعلا أظن ملي كتكون عندك قناعة شخصية يعني بأفكارك، وكتكون عندك وسائل الإقناع اللي كتكون مضبوطة، أظن بأنه كتعرف من أين تبدأ وإلى أين تصل. وأظن بأن المشروع هو كيبدأ كمثابة يعني رؤية، تصور، ولكن هذا التصور لما في الفلسفة ديال العمل ديالك يكون مبني على مخطط معقلا، أكيد بأنه كيقدر يعني بل كل هذه المؤشرات وكل يعني النقط اللي كتعتمد عليها يعني في نجاح المشروع، وكتكون كذلك كتعتمد على ركيزة من الركائز الأساسية وهي القيم اللي كتاخذها بعين الاعتبار، ومن هذه القيم يعني الكفاءة والثقة كما سبق أن ذكرت في النفس، يعني الإخلاص في العمل، الانضباط وحب الوطن، لأن هذه مسؤولية وطنية. تظهر لي بأنه كيبقى الاستراتيجية العامة كتكون يعني واضحة المعالم، كتبنى على مخططات، واللي أنا يعني فسرتها في أربع مخططات أساسية حسب المحطات أو الاستحقاقات المستقبلية، وكلها كتصب نحو هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو تأهل الآني لكأس إفريقيا للأمم، واللي المخطط ديالو قريب المدى، يمكن كتفصلنا عليه 90 أو 120 دقيقة، فتظهر لي بأنه هذه تعد مباراة قفل. ولكن ما نساوش هناك كذلك تكوين فريق مستقبلي واللي كيتبنى على مخططات ثلاثة أخرى. كما كتعرفون من المهام ديالي ماشي غير الفريق الأول ولكن الفريق المحلي. بالنسبة للفريق الأول مازال المنافسة يعني قائمة بالنسبة لتأهل كأس العالم، وهذا هدف أو غاية سامية، لأن كأس العالم أي منتخب كيتمنى باش يوصل له، خصوصا لما تقام في بلد الكرة في البرازيل. فتظهر لي بأنه هناك حوافز كبيرة جدا، سوف أحاول إن شاء الله لما ننجحوا في يعني في الخطوة الأولى، المخطط الأول، باش نسطروا لها يعني برنامج عمل غادي يكون يعني مكتف، لأنه كنعرفوا بأنه هناك أربع مباريات يعني متبقية، وأكيد لو يعني كان في المخطط الثاني المباراة ديال 23 مارس ضد فريق تنزانيا يعني نجحنا فيها، يعني بعد ما كنا نجحنا في الأولى، أكيد بأن الشاهدين غادي تفتح، وفي ملعبنا إن شاء الله مباراة اللي غادي يتبعوا وهو المخطط الثالث غادي تجعلنا من المنافسين الأقوياء للفريق ديال ساحل العاج اللي كان في السابق مرشح فوق العادة للتأهل لكأس العالم، ولكن المنتخب المغربي مازال له حظوظه وسوف يدافعها إلى آخر رمق، وهذا هو المخطط الرابع، لأنه هذا الشيء كله كيتخلوا يعني معسكرات مكتفة يعني في المغرب ماشي خارج المغرب، يعني في مناطق اللي ديال المعسكرات ماشي ديال السياحة. وأظن بأنه إذا اخترت على سبيل المثال غير مدينة إفران يعني في المخطط الأخير بالتأهل كأس العالم، فالكلمة معنى كثير جدا، بأنه هناك أبحاث علمية تعملت وجربتها في فريق الوداد، فريق المغرب الفاسي، وتكلت بالنجاح، فأظن بأنه الحافز غيكون أكبر لما نجربها في المنتخب الوطني، يعني بتهيئ في قمة الجبل مع تهيئ ظروف ملائمة يعني في مركب ديال إفران، على أساس إن شاء الله باش تبقى المباراة الفاصلة هي المباراة اللي غادي نجريوها في 6 سبتمبر
2013 واللي هي مؤهله لكاس العالم، ولكن يعني مواكبه لهذا الشيء كله هناك تاهل كاس افريقيا ديال 2013 او 2014 كذلك بالنسبه للمحليين. اظن بانه محطات او تونس ذهاب واياب سوف تكون لها صبغه خاصه، لانه كنعرفوا بانه الندية ما بين الشقيقين يعني والمنتخبين الوطنيين المغربي والتونسي لنا 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 يعني تأر كبير جدا، لانه سوف تكون بدايه وانطلاقه فريق ان شاء الله اللي ممكن ان يتهيأ الاستحقاق كبير جدا وهو 2015 اللي غادي المغرب ان شاء الله ينضم كاس افريقيا للامم.